دورنا في الواجهة بعد نجاح أنديتنا في المهمة الآسيوية. بنياس يقسو على عجمان بثلاثية. البطائح يحقق أول انتصار في الدوري. الشارقة مع الجزيرة، والنصر مع الوصل. حوار الكبار في اليوم الثاني من دورينا. بعد فترة توقف خاضت فيها المنتخبات تصفيات المونديال، توزعت فيها أنديتنا الإماراتية بين النخبة والأبطال. نعود اليوم للحديث عن دورينا. البداية كانت بمباراة عجمان وبنياس أو بنياس وعجمان. السماوي كان هو العنوان، والمباراة الثانية جمعت بين الدبا والبطائح، حسمها أناتولي في الوقت البديل. دورينا ما زال يحتفظ ببعض العناوين على طاولتنا. قمم تتصدر دوري أدنوك للمحترفين. الشارقة يستضيف الجزيرة في مباراة من فئة 6 نقاط، وفي بردبي ديربي خارج دائرة التوقعات. الوصل يواجه النصر في قمة مفتوحة على كل الاحتمالات. أهلا وسهلا بكم. أنهى منتخب الإمارات لشباب استعداداته لخوض أولى مبارياته أمام منتخب لبنان في التصفيات الأسيوية بالكويت ضمن مباريات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس آسيا المقرر إقامته في الصين. ضمن المجموعة نفسها يلتقي منتخبنا منتخب جزر ماريانا الشمالية يوم 23 سبتمبر، ثم يلتقي منتخب كوريا الجنوبية يوم 27 من سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته مع منتخب الكويت يوم 29 من سبتمبر. وصل إلى العين اليوم فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا ليلتقي فريق العين بعد غد الموافق 22 من سبتمبر في المباراة المرتقبة بينهما في كأس القارات لكرة القدم. والجدير بالذكر أن فريق أوكلاند سيتي كان قد أقام مشاهدينا الكرام معسكر في أبوظبي قبل أن يتوجه إلى مدينة العين. وعلى جانب آخر يواصل فريق العين الاستعدادات الفني. مزيد من التفاصيل نتحول مشاهدينا الكرام إلى زميلنا حمد الظهري ليضعنا في أجواء التحضيرات للمباراة من الجانبين، وأيضا الترتيبات على مختلف الأصعدة في مدينة العين. حمد أهلا وسهلا فيك وتفضل. شكرا لك زميلي العزيز مسعود محمد، بداية أرحب فيك وأرحب بمشاهدين قنوات أبوظبي الرياضية طبعا متواجدين في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. هذه المدينة أكيد اللي تترقب يوم الأحد بفارق الصبر، خاصة جماهير العين وجماهير دولة الإمارات بعد الإنجاز التاريخي اللي تحقق في هذه البطولة وبالتحديد على هذا الملعب والنتائج الجميلة اللي عشناها في 2020
و18 طبعا اذا بنتكلم اليوم عن هذه المباراة المهمة بالنسبة لفريق نادي العين والموسم الاستثنائي بالنسبة لفريق نادي العين، خلينا نتكلم بداية عن الفريق الضيف فريق أوكلاند اللي وصل إلى الإمارات وبالتحديد للعاصمة أبو ظبي قبل 4 أيام وتدرب في العاصمة أبو ظبي، وأيضا خاض تجربة ودية مع فريق فالكون وانتصر فيها 2-1. طبعا اليوم وصل فريق أوكلاند سيتي إلى مدينة العين في تمام الساعة 12:00 ظهرا، طبعا توجه إلى مقر إقامته، وبعد بعد ما وصلوا إلى الفندق طبعا ارتاحوا وخذوا وجبة الغداء، وبعدها توجهوا إلى استاد القطارة في تمام الساعة 6:30 مساء كانت عندهم حصة تدريبية. طبعا هذا يمكن كان جدول فريق أوكلاند سيتي، أما بالنسبة لفريق نادي العين فكان جدول عادي جدا، ما كان في معسكر إلى الآن. طبعا كان في تدريب في تمام الساعة 7:00 على استاد خليفة بن زايد. طبعا غدا إن شاء الله بيكون اليوم الأهم بالنسبة للفريقين ابتداء من المؤتمرات الصحفية اللي بتكون في استاد هزاع بن زايد، وأيضا تمرين فريق أوكلاند اللي بيكون أيضا على استاد هزاع بن زايد، وبعدها أيضا في تدريبات رسمية لفريق نادي العين ممثل الإمارات على استاد خليفة بن زايد. طبعا خلينا نتكلم عن غيابات فريق نادي العين اليوم، يغيب عن هذه المباراة بالتحديد اللي هو يحيى نادر اللي انصاب في مباراة السد الأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأيضا خالد الهاشمي بعد الإعلان اللي شفناه على الحساب الرسمي الخاص بنادي العين. أما بالنسبة لفريق أوكلاند فشفنا أن في تكتم كبير حول غياباتهم، وأيضا حول يمكن تغطية التدريبات، حاولنا نتواجد في التدريبات اليوم لكن للأسف ما كان في أي تصريح أن نقدر ندخل وناخذ من لقطات من التدريبات. خلينا نتكلم أيضا عن الجماهير العيناوية والجماهير الإماراتية اللي قاعدة تجهز لهذه المباراة، قاعدين نلاحظ إقبال كبير على التذاكر وأيضا تجهيز كبير من جمعية جماهير نادي العين لهذه المباراة بعمل تيفو أكيد تاريخي يكون خاص لهذه المباراة، وخاصة أن فريق نادي العين بيلعب المباراة الوحيدة في كأس القارات في حالة أن نتأهل إلى الأدوار المقبلة، هذه المباراة الوحيدة اللي بتكون على استاد هزاع بن زايد، ودائما العين في مثل هذه المواقف تظهر شخصية الزعيم، وأكيد أن تمثيل الوطن دائما في فريق نادي العين وحتى في الفرق الإماراتية ولله الحمد كلهم بيضوي. طبعا يمكن في نقطة زميلي مسعود بنتكلم عنها اليوم، بعد الموسم التاريخي اللي شهدناه الموسم الماضي بالنسبة لجماهير العين وجماهير الإمارات، أصبح في وعي كبير من جماهير نادي العين خاصة في موضوع طرح بيع التذاكر. يمكن كانت في أزمة كبيرة الموسم الماضي في أغلب مباريات العين اللي على استاد هزاع بن زايد، مباراة العين والنصر وأيضا مباراة العين والهلال السعودي ومباراة العين ويوكوهاما، كانوا الكل كان يدور على تذاكر. طبعا تم طرح العضوية بداية الموسم الحالي من قبل إدارة نادي العين، وشفنا إقبال كبير من جماهير نادي العين في الحصول على عضوية النادي. طبعا العضوية هذه تخليك تحضر جميع البطولات اللي بيشارك فيها نادي العين أو فريق نادي العين على استاد هزاع بن زايد، فاليوم أغلب الكراسي إذا بنشوفها على الواجهة أغلبيتها محجوزة كعضوية للجماهير، فيمكن الشيء هذا قاعد يعطي أريحية اليوم لجماهير نادي العين في الحضور في هذه المباراة. نتمنى دعم كبير من جماهير العين ومن جماهير الإمارات ومساندة ممثل دولة الإمارات إن شاء الله اللي بيحقق نتيجة إيجابية تأهلنا لخوض المباراة القادمة في القاهرة إذا الله راد، وأكيد أن بنكون معاكم لحظة بلحظة على قنوات أبو ظبي الرياضية بتغطية المؤتمرات وأيضا تدريبات الفريقين، وأيضا أكيد بناخذ جولة في أرجاء استاد هزاع بن زايد وبنعيش الأجواء الجميلة اللي دائما قاعدين نعيشها في هذه الساحة. يمكن هذا كل ما لدينا اليوم من استاد هزاع بن زايد، أيضا نتمنى التوفيق مرة ثانية لفريق نادي العين. لك الكلمة زميلي مسعود محمد. كل شكر لك الزميل حمد الظاهري، شكرا لك، يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت في هذا السرد الجميل لهذا الملخص بين العين وأوكلاند قبل انطلاقة هذه المباراة. أكيد أبو ظبي الرياضية سوف تكون حاضرة في هذا النقل سواء في الاستديوهات التحليلية التي تسبق المباراة وأيضا بعد المباراة، وكل توفيق لزعيم آسيا زعيم الإمارات في هذه المهمة وأول مشوار للزعيم الأسيوي في هذه الرحلة الجميلة وإن شاء الله إلى أبعد نقطة. مشاهدينا الكرام، حجزت اليوم 3 فرق: الفجيرة، دبا، مصفوط.
مقعدها في الدور الربع النهائي من التصفيات التمهيدية لأغلى الكؤوس كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وهذا وينتظر أن تتأهل 4 فرق غدا عندما تستكمل مباريات دور 16 للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى السبت 21 من الشهر الجاري. على أن تقام مشاهدينا الكرام قرعة كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة في 24 من الشهر نفسه. انطلاقت منافسات اليوم الأول للجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ونستقبل ضيوفنا الكرام ضيوف الرياضة اليوم بعد الفاصل. بنياس مشاهدينا الكرام يعود لنغمة الانتصارات بثلاثة أهداف مقابل هدف لعجمان الذي لم يتذوق طعم الفوز بعد مرور الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. عادت محركات دوري أدنوك للمحترفين للدوران من جديد مع انطلاقة مباريات الجولة الثالثة والتي جمعت بنياس وعجمان في العاصمة أبوظبي. معاناة ما بعد التوقف كانت غالبة على أداء الفريقان في اللقاء مع أفضلية لبنياس على أرض الملعب. السماوي كان أكثر خطورة في الميدان من خلال الثنائي الهجومي الذي هدد مرمى الحوسني في أكثر من مناسبة. عجمان كان محظوظا بإنهاء النصف الأول من اللقاء بشباك نظيفة حيث لم يشكل تهديدا على مرمى صاحب الأرض. هذه هي حكاية الشوط الأول، وعلى العكس في الشوط الثاني كانت البداية ساخنة بهدف رائع لقائد بنياس فواز عوانة. يوسف نياكتي يوقع على الهدف الثاني للسماوي وسط دفاع مستسلم من فريق عجمان. التبديلات كانت الحل الذي لجأ إليه جوران من أجل إعادة التوازن، وبعد أكثر من محاولة نجح البرتقالي في تقليص الفارق بهدف لوليد أزارو الذي سجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم. البديل إخوان باوزا يطفئ صحوة عجمان بتسجيل الهدف الثالث لبنياس لينتهي اللقاء بفوز مهم للسماوي بثلاثية لهدف وليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تواصلت معاناة عجمان الذي بقي رصيده خاليا من النقاط. بنياس إذن بثلاثة أهداف يفوز على عجمان. أحمد الحوري، بنياس اليوم يفوز ويكسب 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري إذا تكلم كجولة ثالثة، يعني جميل أن قد ما تقدر تجمع أنت نقاط من البداية. يعني بنياس قبل سنتين إذا تكلم عنه كان ثاني الدوري، كان على وشك أنه ينافس، ولكن حضور العام الماضي الآن يعني إذا بنتكلم عنه نتكلم عنه أن يجمع نقاط لكي يكون في منطقة الوسط بلا شك، وفوز مستحق هو اللي خلانا نتكلم عنه بهذه الطريقة. يعني فوز مستحق، وأنا أهم شيء يمكن لفت انتباهي أو يمكن أسلط الضوء عليه فواز عوانة. صحيح، هدفه جميل فواز عوانة، بغض النظر عن هدف الجميل، فواز عوانة في يوم من الأيام طلع في تجربة احترافية خارج هالنادي، ويمكن من اللاعبين القلائل جدا 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 اللي يطلع من ناديه ويرجع لناديه ويتألق ويكون أساسي ويستمر. فلذلك واليوم نرجع للجول، جول أيضا يدرس. الونتو الاستلامة، شاف المرمى، شاف المنطقة الخالية ولعبها بظهر القدم بشكل جميل. فلذلك أنا يعيبني فواز دائما مثل ما قلت بغض النظر عن الهدف اللي حققه اليوم، الروح القتالية، القائد القتالي اللي في هذا اللاعب اللي تخليه دائما هو بارز في 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 مباراة الفريق. فلذلك اليوم بنياس يستحق الفوز، 3 نقاط مهمة في هذا التوقيت، بصمات المدرب واضحة.
بدأت تتضح في التعامل مع المباريات، قراءة المباريات بدأت تتضح في خاصة في مباراة اليوم. اليوم قدر أن يبعد غورام بشكل كبير عن الساحة ويحقق هذا الانتصار، وست نقاط مهمة لبني ياس في بداية المشوار. سل عرفي، بني ياس فوزين وخسارة في أول ثلاثة جولات، هذا الفريق الذي كان ينافس على الدوري ومن ثم يعني وصل إلى مراكز متأخرة، الآن في أول ثلاث جولات يعني وكأن مجلس إدارة تقول نقدر نشتغل بالموجود أو بالانتدابات البسيطة واللي صارت دعمت الفريق. الحين ما بنقول هو بينافس، ولكن نقول كقراءة كأول ثلاثة جولات ممتاز. شوف عمل صراحة عمل في نادي بني ياس فرق كبير عن الموسم الماضي. صحيح. يعني اليوم لما نتكلم عن أنت هم لاعبين يطلعون عنك من وسط الملعب وتعوضهم بلاعبين وساشا وسواريز وسواريز، ثلاثة لاعبين طلعوا من عندك من أهم لاعبتك اللي أنت اعتمدت عليهم في السنوات الماضية بشكل كبير، وصعب تعويض سواريز، صعب تعويض خيمينيز. اليوم إخوان يقدم عمل كبير في النادي، لكن عمل المدرب واضح اليوم، مدرب فارق بشكل كبير. صحيح. مع النادي تغييراته، تدخلاته، تجهيز الفريق. اليوم نحن كنا نشيد بعجمان ونشيد ويمكن أول جولة رشحنا الجزيرة على بني ياس. بني ياس يقدم عمل، فوز اليوم ما كان بالصدفة، كان هو مستحوذ على الأقل، يعني كرته الكرة اللي يطلع فيها بني ياس مبين أنه كان في عمل من المدرب في الفترة السابقة، في تطور ملحوظ في اللاعبين وفي أدائهم وفي تقبلهم لخطة اللعب اللي يلعب فيها المدرب، في انسجام ما بين اللاعب وما بين اللاعبين، في عمل كبير في نادي بني ياس، على الأقل تجاوزوا المرحلة السيئة اللي كانت موجودة الموسم الماضي. بني ياس رجع إلى المكانة اللي يستحقها والمكانة اللي الكل كان يشوفه فيها. بني ياس من الأندية الصعبة، تعودنا عليه في دورينا أنه دائما من الرقم الصعب، وأنه بني ياس من الفرق اللي إذا أخذت منها ثلاث نقاط أنت يعني أخذتها من فم الأسد. فبني ياس اليوم رجع إلى مكانته اللي لابد أن أي فريق يذهب إلى ملعب النار مثل ما يسمونه. صحيح. هذا الموسم رجع ملعب النار. نعم. جواو بورخيس مدرب بني ياس دكتور، يعني كانت له بصمة واضحة خصوصا في أول ثلاثة مباريات. نعم خسر مباراة ولكن كسب مبارتين، يعني الآن يجمع نقاط بطريقة هادئة وبعيدة عن عن أعين الناس. حاليا هو بست نقاط يتعادل مع، نعم متأخرين هم بمباراة، ولكن ست نقاط الآن. لا احنا زي ما انت تفضلت، لكن العمل الاداري كان على مستوى عالي. صحيح. انت لما انت خاصه لما يخرج عنك سواريز، خيمينيز، بوناموس خط المقدمه. صحيح. وكانوا لاعبين مؤثرين جدا، لكن التوقيع مع ظنحاني وسهيل النوبي وتمسكه فيهم واللاعبين، جاء مدرب ما عمل اعذار. تذكر نحن لما خسروا ميد بيدرو تموا ثلاث سنوات الآن كويس، كانوا يتكلمون عن بيدرو. أين بيدرو أين بيدرو؟ صحيح. أنا أعتقد عمل كبير من المدرب وعمل بتخطيط منهجي على مستوى عالي، عرف كيف إنه يلم الفريق. ولكن نحن لما نقول نتكلم عن الاحتراف واحتراف اللاعبين عندنا الوعي وثقافة الاحتراف، نتكلم عن لاعب صار الآن يمكن أكثر من 10 سنوات لاعب مواطن في الدوري، لاعب نموذج أنا أعتبره لو فوز عوانه، لاعب على أعلى مستوى من الخلق من اللعب الجيد، كلاعب دائرة رقم 6 عند هدفين الآن، هدف سجل بقدم الجزء الخارجي بقدمه، إنه هو رقم 6 ويدخل داخل 18. أنا أعتقد لاعب مميز جدا جدا، لاعب اليوم أعطانا درس للاعبين الشباب اللي طالعين، وكانوا في لعيبة لعبوا أصغر من فواز عوانة اعتزلوا الكرة الآن ولم يستمر، لكن فواز ما شاء الله ما شاء الله، نقول تبارك الله بهذا المستوى المميز اللي شاهدناه، أنا أعتقد من أفضل لاعبين دائرة في الدولة. بني ياس ظهر بشكل مميز على الموسم الماضي، كبير فرق كبير بين الموسم الماضي وهذا الموسم. أنا أعتقد بني ياس بهذا الأسلوب، باللاعبين الجيدين، بمدرب يثق في اللاعبين، إدارة النادي عمله كبير بكل أمانة. أقول لك نحن ما نقول الإدارة دائما الإدارة رقم واحد، إدارة مدرب اللاعبين، لو عندهم مشاكل لكن ما نلاحظ نحن في الصحف وفي المكان، لكن عمل كبير الأخوان في نادي بني ياس واستحقون في هذا المكان وهذا الفوز اليوم. نعم. إذا عندك تعليق على بني ياس أبو سعيد، ولكن أيضا عجمان ثلاثة خسائر على التوالي، هذا الفريق في فترة من الفترات كان خامس الدوري وتعرض لأخطاء تحكيمية كثيرة، لولا هذه الأخطاء كان يمكن بيسوي له مفاجأة في الدوري. الآن 9-0 من 9 نقاط،
خسر من الشباب الأهلي، خسر بعد ذلك من الوحدة، ومن ثم بنياس. بنياس طبعا كلمة سر مثل ما قالوا الكباتن المدرب، صحيح، لأن رجوع العناصر هاي وقناعتهم بالمدرب وقناعتهم بأدوارهم والجاهزية اللي هم فيها والروح اللي موجودة القتالية العالية في الأداء، كل هذه الأمور تحسبها أن وراها مدرب. عملية التعامل مع نوعية المباريات هي كلمة السر. يعني هم لعبوا مباريتين كبار، واحدة فازوا فيها، قد تكون خسارة النصر أيضا اللي خلتهم في اليوم هذا في حالة تركيز عالي، لأن يعني ما يبغي الفريق يخسر مباريتين ورا بعض. وبالتالي كل هذه الأمور، عمان طبعا الوضع مختلف، عمان لأنه قابل شباب الأهلي في 3 مباريات وقابل الوحدة، وبالتالي مردود عمان في 4 مباريات كان مقبول، وحكم أنه واجه منافسين في الدوري يعني كان مقبول، لأنه ينظر لهذه الفرق أن فرق بطولات، فرق منافسة، ومردوده كان عالي جدا، ومن غير ما ياخذ نقاط السعيد يعني ولا نقطة، بس ارتكز على المردود. فاليوم قال يعني في تصوري ان الاعداد قدام بنياس شافوا ان مردودهم قدام الوحده وثلاث مباريات امام شباب الاهلي وتعادل في اخر مباراه مع شباب الاهلي وكانوا قريبين من الفوز، كل هذه الامور خلتهم ان يعني يستشعرون ان هذه المباراه بتكون اسهل من اللي قبلها. وبالتالي اليوم يوم تيجي تشوف الاحصائيات عمان كان المستحوذ اكثر، ولكن هذا الاستحواذ تمرير عمان، التمرير صحيح عمان، كل هذه الأمور تصير لمصلحة عمان، لكن في النهاية بنياس عارف شو اللي يبغي من المباراة، عملية التركيز في الجانب الدفاعي. وبالتالي يعني يمكن في الشوط الثاني نحن ما شفنا عمان بالمرة، يعني ما شفنا عمان، وللأسف الاستحواذ ما فاده يعني كل هذه الأمور ما خدمته. نعم صحيح. مشاهدينا الكرام، نتابع مجموعة من اللقاءات رصدها زميل محمد الصعيري من بنياس، نتابع ومن ثم لنعود. It was not easy game, but in half time we correct the wrong point and we come back to second half to win the game. And this season for me the team have better balance. When we was in camp we work very good, and there is also new coach, new philosophy. And alhamdulillah is 6 points on 3 games, so we want more for the future, inshallah. I think the difference is now this season I know the league. When I come last season it was a new league for me, but now alhamdulillah I feel better, and like I say, the club bring a very good player, so we have better balance. And is more easy for me to have more support this season. I want to be a top scorer, of course, because I'm a competitor. I want to win when I play. I'm winner, so I don't have limit. If we can fight for the league, we will fight. If we can take one cup, we will fight for everything what we can do. But the most important is to give everything, to don't regret at the end. تدري بعد الخسارة الأخيرة خلنا نقول تفاجأنا في بصراحة بأداء فريق النصر، ويمكن عاقبنا أنفسنا بأخطاء حاولنا الحمد لله نصلحها في التمارين، وقدرنا اليوم مثل ما شفت طلعنا بمستوى طيب، صلحنا الأخطاء وحاولنا نشتغل عليها. اليوم أتوقع الشباب كانوا معزمين يمكن من أسبوع كامل نحن قاعدين نعدل المباراة هذه، وقاعدين ننبههم أن مباراة عمان ما راح تكون سهلة، وفعلا مثل ما شفت فريق عمان أول مبارتين صراحة كان مقدم أداء جدا طيب وما كان يستحق الخسائر، ولكن الحمد لله قدرنا اليوم ناخذ لها من 3 نقاط، نتمنى أن نواصل عليها إن شاء الله ونستمر في الأداء الطيب هذا. تحاول قد ما تقدر أن ما يستجعل الجول، والكلين شيت طبعا دائما احنا يشرفنا ونتشرف فيه. لا بس شفتك أنا اليوم طلعت عن طورك بصراحة، يعني كأن الجول ما كان له داعي. لا لأني كنت أنبه اللاعب قبلها على أساس أنه ما يرفع، فحرام اليوم أنت آخر دقائق وتستقبل جول، شوف يعني ما له داعي. والأهم أنا أشوف الحمد لله يعني اليوم يعني بالنهايه توافق، يعني ما توفقنا يمكن في الجول الاخير، لكن الحمد لله قدرنا نسجل 3 اجوال، وهذه نقطه ايجابيه علينا نشتغل فيها الفتره الجايه، وننسى يعني نفرح اليوم ننسى باكر على اساس ان الاسبوع الجاي عندنا مباراه ديربي قويه ضد الوحده، ودائما مباراتنا مع الوحده تكون يعني لها طابع خاص فيها نديه وقوه،
علينا نستعد لها مثل ما شفت فريق الوحدة السنة مختلف تماما، علينا نعمل له ألف حساب وإن شاء الله الله يوفقنا في اللي إن شاء الله. طبعا كنا طمحين نحن نرد نغمة الفوز اللي صارت في المباراة الأولى. بن ياس اليوم يستحق الفوز، حتى المباراة اللي خسرناها ضد النصر بن ياس ما ظهر بمستوى سيء، كان بن ياس فريق ند قوي. الحمد لله ان اليوم قدرنا ناخذ الثلاث نقاط اللي بتساعدنا بشكل كبير ان احنا نتقدم في المباريات القادمه ونكون في مركز يليق بنادي بن ياس. طبعا دوري ادنى كل موسم هذا صعب جدا، خاصه بعد ما شفنا الفرق وتجهيزات هذا الموسم. نحن بنطمح ان ناخذ المباريات هاي مباراه بمباراه ونتقدم خطوه بخطوه، وان شاء الله نهايه الموسم اللي يطمننا ان شكل بن ياس يعطي ان بن ياس راح يكون في مركز يليق فيه مثل ما قلت. بيكون فريق صعب، فريق الحمد لله مثل ما شفناه في المباراه الاولى فزنا على فريق كبير مثل نادي الجزيره، اثبت نفسه بن ياس. فانا اتمنى ان نحن نمشي على هذا النسق وفي نهايه الموسم بن ياس بيكون في مركز يليق فيه في المراكز المتقدمة إن شاء الله. اللي ذكر الموسم السابق بن ياس كان من أكثر الفرق اللي كان يحصل فرص وما يستغلها، نحن كنا نعاني من عدم التوفيق في التسجيل الموسم اللي سابق. الحمد لله بداية الموسم هذا يعني مبين أن بن ياس توفق في المنظومة واللاعبين اللي استقطبناهم. بن ياس مسجل أهداف في خلال المباريات السابقة كلها في مباريات الكاس والدوري، الحمد لله ان في تحسن في هذا الجانب. طبعا كل ما بتسجل كل ما بتكون حظوظك اكثر للفوز، وان شاء الله نحن قلت نكمل وبنلاقينا في السنه ان شاء الله منافسين اقوياء. Really our team don't have results without points. Now two different half. First 45 minutes our team is was in the system. Is dominate. After start second half with some individual mistake our team received score is very for beginning second half. After is lose system, too much play outside, too much crosses but without too much benefit. And again must to fix this individual mistake. Somehow our team received score. To our team became more wish in last 30 meters because in first and second half, you had some chance for score, but without benefit. And still now, play three matches without results, without points. And now must all concentrate to see generally where is problem and to try to prepare next match. I think still now is early to talk because we have many matches, you know. I think to our team need more energy in the team. More wish to win to make results. You know our duels is weak. Must to be more aggressive because all our statistics said our duels. When I get from inside scout some analyze is said like this. This is problem and in future must to fix this really. You know and we'll find way how to fix this problem. البطائح مشاهدينا الكرام يحقق الفوز الأول له بهدفين مقابل هدف على حساب دبل حصن الذي يواصل المعاناة للخسارة الثالثة على التوالي منذ انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين. بعد استئناف نشاط الدوري كان السؤال الأبرز كيف سيكون الظهور بعد فترة التوقف الدولي؟ سؤال يملك إجابته دبل حصن والبطائح اللذين تواجها لحساب الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين في مباراة كان عنوانها وضع حد لنزيف النقاط. بداية المباراة عرفت جس نبض بين الفريقين مع أفضلية طفيفة للضيوف الذين حاولوا المسك مبكرا بزمام الأمور من خلال اعتمادهم على الكرات الطويلة باتجاه أناتولي.
الفريقان بدا أنهما استفادا من فترة التوقف الدولي بالنظر لما قدماه فوق أرضية الميدان. أول هجمة حقيقية جاءت في الدقيقة 18 للبطائح، تبادل كروي محكم ومحمد جمعة يضع الكرة في الشباك. يا لها من تمريرة ساحرة، ومحمد جمعة بيليه بلمسة معلم في الشباك، البطائح يتقدم بأول الأهداف. هدف رد عليه مهاجم ديب الحصن هيثم الجويني، لكن رأسيته في أحضان درويش محمد. هيثم الجويني عاد للظهور من جديد، والتوفيق حالفه هذه المرة بعد نجاحه في تعديل النتيجة إثر متابعته لكرة عائدة في منطقة الستة أمتار. فرسان الحصن في ليلة البحث عن أول الانتصارات عادوا وتعادلوا عن طريق هيثم الجويني. المباراة كانت فرصة بفرصة، محمد راشد يقترب من إعادة البطائح إلى المقدمة، لكن العارضة كان لها رأي مغاير. ديب الحصن يقترب بدوره، لكن الفرصة ذهبت أدراج الرياح. المحاولة تواصلت سجالا بين الفريقين، لكنها لم تأتي بأي جديد لينتهي الشوط الأول على تعادل إيجابي بهدف لمثله. الشوط الثاني كانت بدايته من جانب أصحاب الأرض، وأبرز لاعب في الفريق هيثم الجويني كان قريبا من مضاعفة النتيجة، لكن درويش محمد كان في الموعد. سيطرة ديب الحصن كانت واضحة، وهو ما أجبر جوران توميتش على القيام بتغييره الأول بإدخال ألفارو دي لوفييرا، تغيير أعاد البطائح للمسك بزمام الأمور. ألفارو كان قريبا في مناسبتين من هز الشباك، لكن سهيل عبد الله كان بالمرصاد. كرة المباراة كانت بين أقدام البديل جواو فيتور، لكن الأخير فوت على فريقه فرصة تحقيق انتصار تاريخي. في كرة القدم من لا يسجل يقبل. أناتولي يظهر في الوقت البديل ويسجل هدفا قاتلا في شباك ديب الحصن. هدف ثاني قاتل عن طريق أناتولي، معلنا عن نهاية المباراة بفوز البطائح بهدفين لهدف، ليتكبد أصحاب الأرض هزيمتهم الثالثة على التوالي. طيب البطايح أهم شيء فاز في هذه المباراة، والخسارة الثالثة على التوالي دكتور لديب الحصن من شقين. البطايح إذا خسر من شباب الأهلي، تعادل مع العين بعودة جميلة جدا، وكان هو كان قادر يسرق المباراة بعد في آخر دقيقتين ثلاث، ضيع كم فرصة. ديب الحصن يعني ما أكون من المبكر أنا أضغطهم، ولكن في شيء يعني كتاب باين من عنوانه. لو شوف كان ديب الحصن ولا البطايح، نعم، فإذا كنا نتكلم عن ديب الحصن فأعتقد هاي المباراة الثالثة، أول مباراة نقول لعب معه مع خسر مع الشارقة وخسر مع وصل مع فرق كبيرة، نعم، فرق المنافس على بطولة الدوري، وأنا أعتقد خسار طبيعي يعني، ومن الوصل ومن الوصل طبعا أكيد وصل بطولة الدوري يعني يعني شيء طبيعي يعني، والآن من البطايح لكن هني كان اليوم كان ممكن الفريق ماشي كان زين، أول ربع ساعة ظهر بشكل جيد ولعب جيد، وكان ضيعوا حتى الاستحواذ كان لفريق ديب الحصن. دائما البطائح ما يلعبون الا في الشوط الثاني، سواء كانوا مع النادي العين او اليوم، لكن البطائح من الموسم الماضي هو الحصان الاسود، هو اللي دائما لو تغيروا لاعبين لو تغيروا مدربين الفريق ماشي بشكل جيد. اليوم مزعج، نعم. اليوم كان دور المدرب سواء مباراه العين او مباراه اليوم كذلك، لما غير خمس تغييرات في الشوط الثاني، لعبوا لويرا، لعب احمد خليل، لعب اكثر من لاعب، ظهر بشكل جيد الفريق في النهايه، الفريق سجل الأهداف. لكن ديب الحصن لابد أنه هو الآن خلاص عنده خاصة على المباراة القادمة بيلعب مع عجمان. ديب الحصن صفر من النقاط وعجمان صفر من النقاط بيتقابل المباراة القادمة، فأنا أعتقد ديب الحصن محتاج إلى عمل كبير جدا جدا، لأن الدور اللي هو غير عن دور المحترفين، نعم، حتى موضوع الأجانب موضوع المقيمين، لابد أن الفريق يكون أفضل من كذي. لكن لو تلعب زين لو يكون شكل جيد، لكن في النهاية لابد انك تسجل، لابد انك تاخذ نقاط اذا كنت تبغى تستمر في دوري المحترفين. اما البطايح بكل امانه اقول لك بطايح ما في خوف عليه، فريق جيد، فريق جيد لمميز، عندي لاعبين سواء كانوا مواطنين مميزين وحتى الاجانب، خاصه أناتولي هداف مميز جدا جدا جدا, جداً واكثر من لاعب عنده. احمد الحوري، انت قراءتك للبطايح بعد ثلاثه جولات حتى الان، وتحدثنا ان تعادل مع العين، خسر من شباب الاهلي،
ويفوز على دبل حصن. تعال لدبل حصن، ثلاثة هزائم على توالي من الشارقة والوصل أخيرا البطايح. شوف يمكن البطايح عمل المطلوب أو حسب الحسابات اللي يحطها كل مدرب استراتيجي في المسابقات. الفرق اللي نفس مستواي وما دون لازم ما أخسر منها، ما ضيع هاي المباراة، وهذا اللي حصل اليوم. رغم عشان نعطي بعد دبل حصن حقه في المباراة اليوم، دبل حصن مختلف تماما عن المباريات اللي شفناها قبل، وكان أقرب أيضا. ما بنتطرق للكلام اللي قاله أيضا الخبير التحكيمي أن بطايح كان عليهم طرد مفترض، نعم. هو اعتبرها الكابتن فريد أنها أثرت على النتيجة، لكن في النهاية اليوم الحصن أيضا كان واجد. فيما يتعلق بالبطايح، نرجع للبطايح، البطايح بالفعل مثل ما قلت لك استراتيجيته، لا خذ نقطة مهمة جدا من العين بطل آسيا، وخذ اليوم ثلاث نقاط بغض النظر كيف كانن من فريق بمستواك وما دون، ما تخسر منه. هذه الحسابات الحصن بغى يسوي بنفس الحسابات، انك انت الفريق اللي جنبك او اقرب لمستواك اعلى منك شويه ما تخسر منه. اليوم كان بالفعل اقل شيء انه يطلع اليوم بنقطه، ولكن اذا تحسبها فنيا اي فنيا البطايح افضل، فنيا امكانيات اللاعبين عنده افضل. أناتولي اليوم ضيع جول قبل الهدف الثاني، ولكن عوضه بهدف. هذه نوعية اللاعبين المفترض مثل هذه الأندية تستفيد منهم أو تتعاقد معهم وتمسكوا فيها على فكرة. بالضبط، وهذا لازم تتمسك فيه، لأن رغم يمكن يضيع كرتين أو ثلاثة في المباراة، لكن يعطيك يسجل في الوقت المناسب، يبلك هدف أو هدفين يغيرون النتيجة كاملة. يعني تتوقع دبل حصن يمكن يقدم الأفضل في القادم من المباريات؟ شوف اليوم اللي عطى أعتقد مؤشر اليوم لو سألت أنت أغلب المراقبين أو المتابعين للمباريات كان يعطي البطايح مستوى عالي، لأنه هو اللي فايز مباراة سهلة بتكون. الفروقات بتكون عالية، لكن اليوم دبل حصن لا، اليوم كان شكل آخر. إذا استمر بهذا المستوى، خاصة مثل ما قلت لك في استراتيجية الفرق اللي تلعب معها في نفس المستوى وفي نفس الليفل، أعتقد أنه قادر يجمع اللقاط. مجموعة من اللقاءات مشاهدينا الكرام بعد ختام مباراة البطايح ودبل حصن رصدها لنا الزميل محمد إسماعيل، نتابع. Very very hard game in the very difficult conditions, and of course we wanted to win this game, but I think Diba played very well first half, better than we. In the second half I think we start to play better. And especially last 25-30 minutes, I think physically we were really in good conditions. We pressed Diba, we have some chances. Maybe Diba, maybe one, two chances in counter-attack. But generally, second half was much better. And then at the end we scored a goal, a very important goal. I agree, very important to have a good team spirit, believe in what we are doing. And I tell you, it's important to be physically in good condition, because if you are... then you are fresh, you have fresh mind if you are in good condition. And I think especially in this game where very difficult conditions outside, humidity, it was very difficult to play. But at the end, I think we deserve to win. But watch game by game, nothing else. Just watch how to prepare now next game and try to be better and better. الحمد لله عندنا فريق جيد، فريق يمتلك إمكانيات عالية، لاعبين مميزين ما شاء الله، يعني سواء اللي كانوا في الملعب أو اللي دشوا بدلة كلهم أحدثوا الفارق، وقدرنا أن احنا في آخر الدقائق نحقق الفوز يعني، وناخذ ثلاث نقاط مهمه خارج ارضنا. على المستوى الشخصي هناك اخبار تتردد ان ممكن نشوف الرفاعي في مكان اخر غير البطايح، تحديدا نتحدث ان في مفاوضات مع خرفكان، تاكد لنا تنفي هذا الامر. شو الجديد في هذا؟ والله الله ييسر الحال، كل الاحتمالات متاحه يعني، في ما انكر انه ما في كلام، وكل شيء متاح ان شاء الله. قادم الايام كيف تشوفه، سواء في حال استمريت مع البطايح او انتقلت الى وجهتك الجديده؟ أنا شغال صح، وأتمنى أني أسوي إضافة لأي فريق أكون فيه، سواء استمريت في البطايح أو انتقلت لخورفكان، والله يسر حال جميع الأحوال. أبارك حق فريقنا، هارد لك حق نادي دبل حصن، صراحة قدم أداء جدا مميز، ونحن بعد كذلك أدينا مباراة جدا مميزة لين آخر دقيقة. هذه الشخصية اللي مطلوبة بالفريق، أن نقاتل حتى النهاية. الحمد لله الله كرمنا بالفوز في آخر الدقائق، وإن شاء الله نستمر على هذا المنوال. واحدة من الحالات اللي يمكن من جانب المنافس كان فيها الحديث كثير،
حالة دهس منك، يمكن كرة مشتركة كانت بينك وبين علي الأنصاري، ولو أن أمانة يعني لو الكاميرا ما جابت بعد ذلك، لكن شفناك مع حديث مع علي الأنصاري مثل المتلوم وتشرح الحالة. لا، ما دام أن الحكم ما حسبها فالحكم أكيد صح، فأنا ما أقدر أتكلم عن أي قرار تحكيمي، كل احترامي للحكام والحمد لله. قادم الأيام كيف تشوف البطايح بعد أن حقق انتصاره الأول؟ ويمكن في السنوات الماضية تعودنا البطايح من البداية يكون مولع ودائما عنده أكثر من انتصار في الأسابيع. طبعا احنا معاهدين نفسنا أن نكون بمركز أفضل عن مركز الموسم اللي طاف. ياسين نعمل وإن شاء الله الله يكرمنا يا رب. كرة القدم دائما فرص، إذا ما تستغل الفرص وتسجل. بس احنا اليوم عشنا الفريق عاش فترة أحسن يعني من الأول، أظن الجميع شاف كان فريقنا متمكن في بعض الحالات. طبعا في بعض الحالات تحكيميه حقنا صراحه ما انحسبت، يعني فيها لازم فيها مراجعه بالنسبه للتحكيم. يعني احنا كل مره ندخل المباراه نفس الشيء نعيش ضغط تحكيم، الحمد لله المباراه هاي طوفناها يعني. طيب كابتن، تسال على طاري الحالات التحكيميه، هل تقصد مثلا حاله الدهسه اللي صارت مثلا على علي الانصاري؟ اي نعم، على الانصاري هاي ثاني بعد، في عندك في عندنا نحن تراها فيها ضربه جزاء بعد ما انحسبت، يعني ما نحسب ضربة الجزاء. يعني نحن نبغى حقنا بعد نفس الشيء، مثل ما الفرق الثانية تحصل حقها وهذا، نحن نحصل حقنا، بس نحن ما نطالب غير نحصل حقنا بالملعب. اليوم تعتقد أن خلنا نقول القرارات التحكيمية كان لها أيضا تأثير على نتيجة المباراة في رأيك؟ شيء أكيد، نحن لو حصلنا حقنا من الشوط الأول كان الوضع صار ثاني. يعني أنت تعرف فريق يعني يلعب مباراة ويكون هو فايز ومجدم، يعطيك مباراة عكس، يعني يعطيك ترفع روح للفريق على الأقل. يعني قادم الأيام ممكن خلال ال 24 ساعة الجاية يكون في خطاب رسمي من النادي على هذا الموضوع، ولا خلنا نقول كل هذا في إطار فقط؟ في إطار كرة القدم، كرة القدم أخطاء، نحن لو كل شيء بنعترض وبنسويه ما بنخلص. كرة القدم طبعا نحن نآمن فيها أن فيها أخطاء يعني، والحكم ما احنا ما نتكلم للغصد، يعني في تحكيم أخطاء تحكيمية. ان شاء الله نعيش الايام الجايه احسن عن بالنسبه للتحكيم، يعني احسن ان شاء الله. جميل، طبعا اكيد بنعلق على حديث السيد علي الطنيجي مشرف الفريق الاول، يتكلم يقول لك بان هناك كانت اخطاء تحكيميه مؤثره ابو سعيد على سير المباراه. كابتن والاستاذ محمد مطر غراب يقول يعني كان لازم يكون هناك في كارت احمر، وكان ليه فريق البطايح، وكان لازم يكون لنا ركله جزاء ما حسبت، قال بس احنا طوفنا هاي المباراه. والله المفروض ما يطوف، يعني الكابتن فريد علق على الموضوع واعطى الراي القانوني فيه، ويعني الطرد اثر على نتيجه المباراه اذا كان هناك كارت احمر. شوف، يعني اليوم كانت فرصه متاحه ان يعني يطلعون بنتيجه ايجابيه، اولا لان البطايح في هذا اليوم بالذات كان مهيئ أن يخسر، يعني لأنه قبل الهدف الثاني كان فيه فرصتين صحيح الدبا كان ممكن أن الدبا يتقدم قبل الهدف جانب الطرد أيضا. البطايح وايد ضيع فرصة، الحالة اللي كان عليها البطايح اليوم لأنه قابل فريقين وأدى بشكل إيجابي في مباراة شباب الأهلي، وأدى في مباراة العين نتيجة يعني غير طبيعية، رجوعة للمباراة بعد الخسارة، كل هذه الأمور كان من المتوقع أن هاي مباراة سهلة للبطايح، وبالتالي الحالة اللي كان عليها البطايح اليوم في عملية شكله في مردوده، حتى ولو أنه كان فرصة أقرب للتسجيل في خلال على مدار الشوطين، لكن دبا هاي فرصتهم كانت أن يشتغلون الظروف لمصلحتهم. اليوم إذا الفريق اللي قدامك هذا مو مهيئ للفوز وأنت مهيئ وعلى ملعبك ما قدرت تستفيد من هذه الحالة، أتصور أنت تحط نفسك في مكان غير جيد يعني. إلى جانب تعليقك وحديثك ورؤيتك عن المباراة، عبد الله الرفاعي قد يعود مرة أخرى إلى خورفكان. ممكن، يعني أعتقد علاقته كانت زينة في خورفكان، لكن عبد الله نفسه بدأ كبداية في المحترفين وبدأ في نادي الوحدة. نعم. كانت نجوميته أكبر من الحين، فعبد الله مو بهو الأولي، يعني أول نحن كنا نشوفه من اللاعبين اللي كان يعتمد عليهم
فريق خورفكان كان، واعتقد حتى صارت في ازمه على ايام انه يلعب او ما يلعب من كثر ما كانت له اهميه كبيره. عبد الله لازم يرجع الى مستواه ويحاول يشتغل على نفسه. بالنسبه لدبل حصن المباراه، دبل حصن انا اعتقد اليوم بالنسبه لهم ممكن تكون عندهم يعني هاي خساره احباط. ليش؟ لان الفريق مو هو اللي لعب في المباراتين الاوليات، في تغيير كبير في الفريق بالنسبه للتوقف، استفادوا منه دبل حصن بشكل كبير، في عمل محترم من المدرب كايو، ولو انه ما تفادى الاخطاء اللي كان يغلط فيها، الاهداف اللي تي عليه مثل ما حللوا لها الاخوان الفنيين ممكن يحللونها بشكل اكثر، انه دائما نفس الاخطاء اللي تدخل في مرماك عليك الاهداف. لكن كمستوى فريق اعتقد انه في تحسن بشكل كبير. دبل الحصن اليوم يمكن دخل جو اجواء دوري المحترفين، البطايح حساب قلنا بفتره، لكن اليوم بالاداء اللي قدموه بالروح اللي حاولوا انهم يكسبون المباراه، فبالتالي اعتقد دبل الحصن بدا يدخل الاجواء، لكن ما زالت الفروقات صعبه وما زالت يعني في فرق بينه وبين الفرق في انديه الدوري المحترفين. جميل. تستكمل غدا مشاهدينا الكرام منافسات الجوله الثالثه من دوري ادنوك للمحترفين بلقاء قمه اول بين الشارقه والجزيره. قمة كبيرة تجمع بين الشارقة والجزيرة على استاد خالد بن محمد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، يسعى فيها كل فريق لتحقيق الفوز والتقدم خطوة أخرى نحو صدارة جدول الترتيب. يدخل الملك الشرجاوي اللقاء آملاً في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة على المستويين المحلي والقاري، إذ فاز في أول جولتين دورينا على دبا الحصن وكلباء، ويتطلع لتحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات لدورينا للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم، كما تأهل في كأس مصر في أبوظبي على حساب خورفكان، واستهل مشواره القاري باقتناص فوز ثمين خارج الديار بهدف دون رد على حساب استقلال بوشنبي الطاجيكي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2. أما فخر أبوظبي تحركه في هذا اللقاء الرغبة في تصحيح مساره واستعادة الثقة، حيث يعاني من تذبذب النتائج في الآونة الأخيرة والتي ساهمت فترة التوقف بالتأكيد في الوقوف على الأخطاء وإعادة ترتيب الأوراق، إذ تمكن من تحقيق ثلاث نقاط في أول جولتين من فوز على العروبة في الجولة الماضية وخسارة من بني ياس في الجولة الافتتاحية، كما تأهل بصعوبة بالغة في كأس الرابطة على حساب البطائح. عادة ما تسيطر أجواء الندية على مباريات الشارقة والجزيرة، حيث أنها لا تعترف بالمواقع أو المراكز، فهي قمة بين كبيرين، فمن ستكون له كلمة الحسم؟ أبونا السلام، مساء الخير. جزيرة أشاكم إشتيم وإكيبك و جيكاتوركم موبيليتاتي فورتي ماري. أكيد نادي جزيرة مثل ما عارفين عندهم نوعية لاعبين يمتازون بالتحرك العالي. كاليتاتي فورتي بونا. إمكانيات جيدة جدا. توداونا أون أدفيرسار إكستريم دي بيريكولوس. دائما بمواجهات صعبة، خصم عنيد جدا. البريودا أستا سكورتا دي دوبا ميتشو دين تشامبيونز ليغ إنشيركان سا ريكوبيران جيكاتوري. أكيد بالمرحلة هذه. شي سا بريغاتي ميتشو كو جزيرة كاري فا في أونو فورتي فورتي غريو. المرحلة القصيرة بعد البطولة للمشاركة الآسيوية عم نحاول نجهز استشفاء اللاعبين ونجهز اللاعبين ضد مباراة نادي الجزيرة اللي حتكون مباراة صعبة جدا. Cred că cel mai important pentru noi în momentul ăsta este să găsim puterea, resursa, capacitatea mentală de a merge mai departe. أكيد أعتقد العوامل الأهم بالنسبة لنا حاليا نقدر نلاقي الطاقة القوة الذهنية للاستمرار بالمرحلة هذه. E un moment cheie și cred eu că e foarte important să arătăm că avem maturitate, că avem o experiență. أكيد مرحلة مهمة، من المهم جدا نبرهن عن الخبرة، عن الوعي الذهني والإدراك العالي. Pentru astfel de meciuri. حتى للمباريات من هذا النوع. În așa fel încât să jucăm la același nivel, să performăm, să fim din ce în ce mai buni. نحاول نقدر نأدي نفس المستوى أو إذا أمكن من أفضل تحسن من مباراة أخرى. Nu trebuie să intervină relaxarea, asta e singura mea grijă. أكيد شاغل بالي فقط، مش لازم يكون في حالة استرخاء، ما بدنا هذا الشيء حاليا. Meciuri unul după altul, oboseală psihică,
și lucrul ăsta poate scădea concentrarea jucătorilor, dar atenția lor, dar eu îmi doresc ca ei să fie extrem de concentrați, extrem de preocupați de acest meci. اكيد الكوتش قصده انه المباريات المتتاليه ورا بعض ممكن يبان بعض الارهاق بعض التعب الكوتش عبي يوجه لهم انه لازم يكون في عندهم انتباه este un meci care ne poate ajuta foarte mult în viitor. للمباراه هذه لانه هذه مباراه من النوعيه المباريات المهمه اللي ممكن تساعدك في المستقبل كثير والله شوف هي صح المباراه بتكون قويه بين فريقين الاستعداد الفريق يستعد بشكل جيد يعني راجع من فوز وإن شاء الله يكون تفكيرنا في مباراة الجزيرة ثقافة الفوز تكون موجودة بين أخواني اللاعبين ونقدم كل ما عندنا وأهم شيء أنك تلعب للفوز بالنهاية تطلع بنتيجة إيجابية إن شاء الله طبعا بعد يعني عودة لاعبين واستكمال يعني الصفوف بعد يعني فترة الإعداد المنتخب أو مباراة المنتخب أظن أنه بدينا التحضيرات بشكل جيد أغلب اللاعبين باستثناء يمكن اثنين أو ثلاثة اللي هما مصابين وليسوا بالجاهزية أغلب اللاعبين يعني موجودين وبالتالي نتطلع لمقابلة صعبة أمام فريق اللي هو متمرس اللي هو نادي الشارجة فريق اللي هو تعيش واحد الاستقرار منذ سنوات السنوات الأخيرة وبالتالي مباراة ستكون صعبة صعبة جداً لكن نحن على أتم الاستعداد إن شاء الله حتى نؤدي مقابلة مقبولة ونبحث على نقاط الفوز كريم الركيك يعني سيكون غائبا الحمد لله أنه العودة ديال بعض اللاعبين من الإصابة ولو أنهم يحتاجون بعض يعني التدريبات حتى يكونوا جاهزين يعني 100% لمستوى التباري اللي هو مطلوب يعني في الدوري المحلي لكن يعني تقريبا غالبة اللاعبين يعني الكل حاضر والكل موجود أكيد كانت بعض المشاكل كانت ارتكبنا بعض الأخطاء طبعا نحن مع مرور يعني الأيام والتدريب تنظر أنه بدأ الفريق يتحسن خاصة يعني من ناحية الدفاعية أصبح الفريق أكثر تنظيم وأكثر تركيز أظن أنه مع مرور المباريات تنظر أنه المشكل الدفاعي أو التنشيط الدفاعي اللي مسؤول عليه الفريق ككل ليس فريق يعني الخط الدفاعي فقط ولكن حتى المهاجمين أو اللاعبين الوسط تنظر أنه التنشيط ديالنا الدفاعي سيكون يعني أكثر مردود وأكثر يعني جدية وأكثر عطاء وبالتالي فنحتاج فقط لبعض الوقت وقليل يعني من التركيز ان شاء الله من طرف اللاعبين على اساس اننا الفريق يكون متزن يعني دفاعيا وهجوميا. من المتوقع مشاهدينا الكرام ان تكون قمه كبيره نتحدث عن الشارقه ونتحدث عن الجزيره. الدكتور موسى عباس اذا بنتكلم عن هذه المباراه سمعنا المؤتمرات الصحفيه نعم في غيابات في الجزيرة الشارقة جاهز الشارقة يعني العلامة الكاملة إذا بنتكلم عن فايز مبارتين في الدوري فايز في دوري أبطال آسيا 2 الجزيرة خسر مباراة فاز مباراة يعني نتوقع يعني هنا أهداف وهنا أهداف وفرق تحب تنافس على الدوري الأول شيء طبعا قوة المدربين الاثنين قيمة فنية على أعلى مستوى كوزما والكابتن عموتة نعم. فريق الشارقة ظهر بمعنويات عالية جدا خاصة في الدوري بدأ ما خسر حتى الآن ولا مباراة من مبارتين في كأس الديب كذلك ما خسر وكذلك فايز لعب في على مستوى آسيا وفايز في المباراة مباراة مهمة جدا خارج ملعبه فأنا أعتقد أعتقد الشارقة في هذا الموسم غير عن الموسم الماضي التنظيم الدفاعي على أعلى مستوى بالعربي أفضل من الموسم الماضي هو الآن اللي سجل مع فريق الشارقة كوز من حتى في تصريحاته هناك استقرار فني داخل الفريق استقرار إداري داخل النادي بورحمة طبعا خالد المدفع في هدوء ولاعبين هدوء كوزمن مع لاعبين ما تعودنا جاءوا أكثر من لاعب الآن جاهم لاعب مهاجم على أعلى مستوى جاي لاعب مقيم ظهير أيسر كذلك أجنبي فأعتقد أنا الشارقة يعني منافس بقوة على بطولة الدوري لكن وتكون مباراة صعبة بيقابل فريق الجزيرة فريق مميز كذلك وجود لاعبين مميزين حمد العطاس خليفة الحمادي أكثر فقير لاعب جيد مميز جدا لاعب أجنبي فأنا أعتقد بتكون مباراة قوية بين الطرفين يعني من الصعب التكهن أصلا في المباراة وبالذات إني الآن دائما مباراة الجزيرة والشارقة نحن نشاهد لعب مفتوح لعب
جماعي بشكل جيد، انتشار بشكل جيد. انا اعتقد القوتين الجزيره يحتاجون الى الفوز بمباراه غدا عشان يكون في المنافسه، الشارقه كذلك يحتاج الى الفوز. فانا اعتقد الحسابات بين الفريقين انا اعتقد بتكون مباراه قويه جدا. محمد مطرق راب، كيف تقرا هذه المباراه؟ والله مو بنا اقرا الارقام تقول عطنا الارقام. الارقام تقول الشارقه افضل، عند يعني قوة هجومية وعنده أيضا قوة دفاعية، يعني مسجل 5-1 الجزيرة مسجل 2-2 لكن التدعيم اللي حصل بالنسبة للجزيرة هل يقدر يعني يعيد نفسه من خلال مباراة الشارجة؟ لأنه لو كسب يقدر يحط نفسه في المكان الصحيح. فبالتالي أنا بس تعليقي على المؤتمر الصحفي اليوم، نحن نتكلم عن الأندية الكبيرة، يعني الجزيرة، الشارجة، شباب الأهلي، النصر، الوصل، العين، كل هذه الأندية اليوم ما في عندي غيابات. نسبة المحترفين عالية، يعني في 25 توصل. فبالتالي كل هذه الأمور اليوم ما في غيابات نتيجة الكم اللي موجود والنوعية اللي موجودة. يعني كل مدرب عنده القدرة أن يناور باللي موجود عنده، فبالتالي لو غاب عنده لاعب أو اثنين أو ثلاثة. أنت قصدك يكونون شفافين أكثر في موضوع الغيابات؟ الغيابات على فكرة موضوع مهم جدا، تعرف ليش؟ لأن عندنا جدا ناس مشتركين في الفانتسي، أنت حتى تساعدهم يعني أن في هذا الموضوع، يعني هل نتكلم عن هذا الموضوع يعني في الدوري الإنجليزي، وأكيد الأخوان يتابعون، يعني صاروا شفافين اكثر في هذا الموضوع. واصلا اول ما يجلس المدرب يقول لك انا غيابي فلان 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 وفلان بيتاهل بعد 10 ايام، وفلان بيكون جاهز بعد 5 ايام، وفلان حسب العضله الفلانيه. يعني يوم الفوز ينساهم يوم الخساره يذكرهم يوم الخساره يذكرهم. نعم صحيح، يوم تكون مضغوط. بس الانديه هاي صار عندها كم لاعبين، يعني اليوم انت شباب الاهلي تقدر تقول فلان غايب ولا فلان موجود؟ المنافسه على المركز في 3 أو 4. نفس الشيء العين، نفس الشيء الوصل، نفس الشيء الجزيرة. وبالتالي كل هذه الأمور يعني أصبحت بالنسبة للمدربين. نعم على فكرة أبو سعيد، المدربين الجدد ليونا يعني يكونون واضحين، ولكن إذا كمل سنة واستمر لا ما يكون واضح في موضوع الغيابات بعد ذلك. جميل. أحمد الحوري، كيف تقرأ أنت هذه المباراة؟ يعني الشارقة يعني بالعلامة الكاملة إذا نتكلم عن كل مواجهاته، الجزيرة اللي ما بين مؤيد راضي ومراضي على أداء الجزيرة وأداء حسين عموتة. أكيد بصمة حسين عموتة مسعود لم تظهر بعد، خسارة في بداية الدوري من بنياس، من بنياس فوز بعد الجزيرة هو المرشح، وبعدين حقق الفوز على العروبة، ومن ثم وهذا شوية خسر من البطايح في كاس أديب. نعم هذه شوية عملت مثل ما بقول يعني صدمة، ولكن عملت نوع من الشك، خاصة في هذه المباراة نبيل فقير شارك صحيح والتدعيم حصل، لكن بصمة عموتة لسه ما ظهرت. غدا أمام الشارقة هو اختبار حقيقي للطرفين على فكرة، الشارقة والجزيرة، ولكن بالنسبة للجزيرة هي البصمة اللي 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 نبغي نشوفها من المدرب، من عموته في التعاطي مع مباراة بهذا الحجم، مع فريق بهذا الحجم، بلاعبين أيضا في الطرف الآخر بهذا الحجم. لذلك يمكن الجميع وخاصة الجزراوية، جمهور الجزراوي، الإدارة الجزراوية تبغي تنتظر مباراة الغد حتى تصل إلى حكم حقيقي على المدرب، حكم حقيقي على التدعيم اللي حصل في الفترة السابقة. هي مباراة مهمة جدا للطرفين، ومهمة أكثر بالنسبة للجزيرة حتى لا يدخل أكثر في مرحلة الشك. جميل. قبل ما أتعلق كابتن سيل عريفي على الجزيرة والشارجة، ولكن أيضا هناك بعض الأقاويل والحديث بأن طلب الشارقة بأن يؤجل المباراة يوم واحد حكم مشاركة الأسيوية. أنت كيف ترى هذه المباراة؟ من الأقرب للفوز؟ خلاص دكتور موسى يعني ترك هذا الموضوع يرجع إلى 50-50، فالموضوع صار عليكم أنتوا ثلاثة. يعني شوف صعب اليوم أنك تتوقع يعني مباراة مثل هذه، مباراة الشارجة والجزيرة دائما ما تكون فيها ندية، مباراة 5-4 والـ5-5 والـ3-3 تكون دائما صعبة. يمكن السنة الماضية هي الموسم الوحيد اللي تعادلوا فيه مرتين، لكن أعتقد مباراة صعبة. الشارجة أكيد أجهز،
العمل اللي قام فيه راح يعتمد الجزيرة على العمل اللي قام فيه عموتة بعد انتهاء الدوري إلى الآن، لأن احنا كان في كلام كثير على خطة اللعب، كان في كلام كثير على تقبل اللاعبين والأدوات الموجودة لخطة اللعب في نادي الجزيرة، فراح يبين هذا يعني مفروض أنه يبين عمل المدرب اللي صار في الفترة الماضية في مباراة باكر. مباراة صعبة أكيد ما في شك. صعب توقع؟ توقع تعطينا توقع؟ صعب، لا صعب صراحة، صعب تتوقع مباراة بالعالم. أحمد الحوري تقدر تتوقع ولا صعب تتوقع؟ أعتقد الشارجة أقرب الفوز. في نتيجة ولا ما في نتيجة؟ لا ما نوصل زين، احنا نوصلنا بعد الفوز، لا تقول لي نتيجة. محمد مطر غراب أقرب أقرب الشارجة. الشارجة أنا بحاول مع دكتور موسى. دكتور موسى لا شوفوا احنا الفريقين على مستوى عالي، لكن المؤشرات طبعا للشارقة بحكم لعب في آسيا فاز وفي الدوري فاز كل مبارياته، استقرار فني يعني شارجة في الاستقرار الفني عنده أكثر هذا، لكن الجزيرة ممكن بكرة يكون يعني ممكن الفوز لأي فريق. شوف في كرة القدم ما بخمسين خمسين يعني بس الفوز ممكن يكون إيه، لكن في كرة القدم دائما لو عندك معطيات مؤشرات دائما الحكم وين في خلال 90 دقيقة. نعم احنا بس فقط يعني ان هذا يعني هاي اللزمه خاصه فيك ال 50 50 واحنا نحب يعني دائما نطري هذا الموضوع ونوازح في هذا الموضوع. كما سيكون غدا مشاهدينا الكرام في ختام مباريات اليوم الثاني من الجوله الثالثه من دوري ادنوك للمحترفين، قمه كبيره اخرى بين الوصل بطل الدوري والنصر متصدر الدوري. قمة بر دبي ترتفع فيها الأصوات وتعلو فيها الهتافات، عنوانها دائما القوة والندية. اعتدنا فيها على الإثارة والمتعة. على ملعب زعبيل يلتقي فريقي الوصل والنصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين. يدخل الإمبراطور والعميد اللقاء بمعنويات عالية، إذ يتسلح كل منهما بانتصاراته الأخيرة، إذ حقق الوصل فوزاً غالياً خارج ملعبه أمام بختكور الأوزبكي بهدف دون رد في دوري أبطال آسيا للنخبة. أما النصر فنجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين لدورينا على العروبة وبنياس، وتصدر جدول الترتيب وأكمل صحوته بالتأهل لدور الثمانية في كأس مصر في أبوظبي على حساب العروبة أيضاً. يملك الجاران دوافعاً قوية لتحقيق الفوز في الديربي. الوصل يطمح للمضي خطوة للأمام للدفاع عن لقبه وإبقاء درع الدوري في زعبيل، وفي سبيل هذا الحلم المشروع سيسعى للفوز على النصر الذي يملك دفاعاً ثأرياً لكسر سيطرة الإمبراطور على الديربي، والتي استمرت لخمس مباريات متتالية لم ينجح فيها النصر في تحقيق الفوز. يتسلح الفريقان بكتيبة مدججة بالنجوم، ويأتي على رأس قائمة ميلوش القائد علي صالح، كايو كانيدو ونيكولاس خيمينيز، مع شكوك حول لحاق ليما بالمباراة نظراً للإصابة، بينما يعتمد الهولندي ألفريد شرودر على قائمة تضم عادل تعرابت هداف الفريق وعلي مبخوت والهداف التاريخي لدورينا رفقة مانولو جابياديني وموسى ندياي. في النهاية يحمل ديربي بر دبي ذكريات جميلة يأمل عشاق الساحرة المستديرة أن تتجدد بعد طول انتظار، مع المعرفة التامة لعراقة الفريقين يبقى السؤال، هل تتزين سماء دبي اليوم بالأزرق أم الأصفر؟ جميل. محمد مطرغراب، إذا نتكلم عن هذا الديربي الأصفر والأزرق، هذا واحد يعني أنا أشوفه من أجمل ديربيات الخليج، ولا قصوراً في الديربيات الموجودة سواء في الدولة أو خارج الدولة. ديربي قديم، تنافس كبير. إذا بنتكلم على مدار سبع سنوات الوصل، ما تكلم من البدايات، على مدار سبع سنوات الوصل ما قدر يفوز على النصر
بعد ذلك الوصل الآن سنتين النصر لم يفز على الوصل كما ذكر في التقرير، 5 مباريات على التوالي، أرقام تحدي منافسة، يعني لا حديث غير عن هذا الديربي في دبي الآن. والله شوف تغيرت المعطيات كلها في الموسم هذا نتيجة يعني ارتفاع المستوى الفني بالنسبة للفريقين. النصر في حالة يعني مفرحة للجميع، والوصل أيضا يعني عنده مخزون البطولات الموسم اللي ماضي، وأيضا رجوع من آسيا بطولة. لكن تبقى عملية الدربي هاي شوية ما فيها تأثير مثل السابق، لأن النوعية اللي في الملعب والمحترفين ما يستشعروها بنفس القيمة. قصدك الإرث التاريخي للفريقين؟ ايه ايه بالضبط، هذيل اليوم وضعهم مختلف للمدربين ولا حتى اللاعبين. اليوم في شغل مختلف في الاحتراف، في شغل يسير في اتجاه الأداء، يسير في اتجاه النتيجة، يسير في كثير من الجوانب هاي تحكمها منظومات فنية يلتزم فيها المدربين أكثر، وبالتالي القيمة الفنية للمباراة بالذات تكمن في المدربين. النصر طبعا الأفضل في الناحية الهجومية بالنسبة لكل الفرق، 9 أهداف وعليه 2، الوصل يعني الأقل في الدوري، لكن عملية الفوز يعني مقارنة بالنصر 3 أهداف عليه 2، كل هذه الأمور أتصور تصير لمصلحة النصر. لكن تبقى عملية الديربي والضغوط اللي موجودة في بين الفريقين والضغوط اللي موجودة عند الجماهير، كل هذه الأمور موضوع آخر. لكن تبقى الناحية الفنية ناحية مدربين 2 يعرفون كيف يتعاملون مع الواقع هذا، أتصور ما هناك ضغوط يعني موجودة. نحن في بداية الدوري، وأتصور الشيء المفرح أنك أنت تشوف مباراة بهذا الحجم بهذا المستوى في هذا التوقيت. النصر لأنه ما شارك في الخارج، وبالتالي الأكثر جاهزية لهذه المباراة، أتصور يعني الكل يتمنى أن يشوف هذا اللقاء، لأنه لحالة النصر أولا، وأيضا لأن الوصل بطل موسم الليفات وبطولتين وكل هذه الأمور حاضرة يعني في لقاء الغد. أحمد الحوري، يعني أنت سيد العارفين سواء لما كنت كصحفي أو كرئيس تحرير في القسم الرياضي، كمذيع، كناقد، يعني هاي المباراة ما بعطيك لها عناوين، أنت سيد العارفين في عناوين هذه المباراة. إذا بنتكلم عن صدارة النصر بطل الدوري، عودة الوصل من بختكور بفوز النصر اللي عمله الجيد مستمر من العام الماضي بقدوم شرودر، أكيد. وأيضا لازم نتوقف عند 5 هزائم متتالية، صحيح، هذه كلها حسابات. الجمهور النصراوي ما يبغي يتعرض للهزيمة السادسة على التوالي، لأول مرة يمكن منذ سنوات طويلة طويلة مسعود أن النصر يلعب مع الوصل وهو متصدر. هذه الديربي لما كان يجمع النصر والوصل وهم بعيد، الفريقين بعيد عن المنافسة، له طابع وصارت كثير انت عارف يعني، فما بالك اليوم النصر وهو متصدر وهذا حامل اللقب، وهذا حامل اللقب، فايز 5 مباريات متتالية على النصر، فكلها حسابات ستلقي بظلالها مثل ما يقولون مسعود على المباراة الجماهيرية اللي بتكون بكرة، لأن حسب ما سمعت جمهور الوصل النصر أخذ كل تذاكره، والوصل سولد اوت من يومين. أكيد بعد أكيد الوصل يعني هذا أكيد، بس النصر أن يأخذ كل تذاكره في المباراة أيضا، هذا يدل على أن أيضا الجمهور النصراوي حط آمال كبيرة على هذه المباراة، استمرار لقدوم من الجماهير النصراوي للمباراة. هذه الأهم، شوف النصر فاز على العروبة وفاز على بنياس، مع احترامي للعروبة ولبنياس، صدارة ب6 نقاط، لكن من الآن بتدق ساعة الحقيقة إذا النصر أو لاعبين النصر يبغون الصدارة والاستمرارية في الصدارة. عنده مبارتين قادمتين، النصر والوصل والجزيرة، فلذلك هذه مثل ما يقولون ساعة الحقيقة الآن. جمهور النصر يبغي يشوف لاعبينه ومدربه شو يبغي من هذه الصدارة، هل هي صدارة استمرارية
أم صدارة مؤقتة. لذلك الآن مباريات حقيقية يدخل فيها النصر من بداية الوصل رايح للجزيرة، فمبارتين كلها من العيار الثقيل. لذلك أعتقد أن بغض النظر ما يحمله الديربي، هناك أيضا أفكار أخرى لدى النصر وجمهور النصر هي الصدارة والاستمرارية في الصدارة. سيل العريفي، نقطة مهمة تحدث عنها أحمد الحوري، ضغط المباريات بالنسبة للوصل، هو قادم من بختكور سيواجه النصر، بعد ذلك العين، ومن ثم الأهلي السعودي. من المتوقع غياب ليما بعد إصابته في المنتخب، يعني كل هذه أيضا أمور قد تؤثر على الوصل، وأيضا الوصل حامل اللقب. الروح المعنوية الجميلة اللي شاهدناها بعد مباريات بختكور أكيد سوف تلقي ظلالها كما تحدث على هذه المباراة. كل هاي النقاط والمعطيات، شو اللي تخليك تقرأ من هذه المباراة؟ شوف الحين الضغوطات هاي بتي بعد المباراة، احنا نتكلم على مباراة باكر بعد نتيجة المباراة. لا مباراة باكر اليوم هي بالنسبة للوصل، اعتقد انه يمكن السنة هذه ما بدأ بداية جيدة الى الان. الوصل اللي كان بطل الثنائية الموسم الماضي الى الان بعيد عن مستواه بشكل كبير. يمكن في كثير من الاشياء اللي كان يفعلها المدرب او طريقة لعبه على الضغط على الخصم مو موجودة هذا الموسم. يمكن نحن في البداية قلنا الجولتين تحتاج إلى تغيير، يمكن تغيير الجو أو ضغط الجو، الجو ما كان يساعد اللاعبين اللي يظهرون. يمكن في مباراة النخبة بعد ما ظهر بشكل جيد، أرضية الملعب بعد ما تساعده، لكن الوصل يملك الأدوات اللي ممكن تخليه يرجع إلى منافسة على الدوري بشكل كبير، وممكن يرجع في أي لحظة. نادي النصر بدأ بداية قوية إلى الآن، بالرغم من أن الكل يقول لك بعض الفرق ما كانت مش مقياس، لكن الفرق كلها للآن ما بدت الديربيات ولا صحيح. بدت المباريات القوية، شفنا فرق ما ظهرت بشكل جيد أيضا في المباريات الغير قوية أو في مباريات اللي مروا بها في الجولتين الماضيات. نادي النصر معروف هدفه هذا الموسم هدفه بطولة الدوري، من خلال التحرك اللي سوته إدارة النادي ومن خلال العمل اللي يقوم فيه المدرب شرويدر، فهو يبحث عن الدوري. إذا أنت تبحث عن الدوري انطلاقته يجب أن تكون من مباراة الغد، لأن الديربي يفرق بشكل كبير على اللاعبين وعلى الجماهير، وعلى أن أنت تحتاج الجمهور يدعمك في المرحلة المقبلة. الجمهور يبغي مباراة الديربي دائما، هي أهم مباراة صحيح. بالنسبة له من المباريات الأخرى. خمس خسائر، أعتقد أن الفرق الكبيرة لا تخسر في الديربيات هذا العدد من المباريات. المفروض أن غدا شرويدر وفريقه يوقفون هذه سلسلة الهزائم من الديربي، لأنها راح تكون صعبة أكيد على الجمهور. أنت تحتاج الجمهور، لا بد انك انت تفرحهم بالفوز، ولكن الوصل بطل الثنائيه عنده لاعبين ثقه بانه فاز في خمس مباريات منها نهائي الكاس بنتيجه كبيره، اكيد راح تكون سلاحهم في مباراه الغد. بس ما كان تصريح شرودر انه بيفوز بالدوري، قال انا بكون لا احنا نقول لك من الواضح من الواضح ان تصريحه حتى كان في استياء من هذا التصريح. اداره الفريق والعمل اللي يقوم فيه النصر يبغي الدوري، واضح. وهذا بالعكس، هذا المفروض انه يصير. الفرق الكبيره لا تقول يدخل الدوري عشان اجهز. النصر ما يحتاج انه ياخذ الدوري. صحيح دكتور موسى بتعلق، ولكن نستمع للمؤتمرات الصحفيه ومن ثم بيكون لك تعليق. نستمع ماذا قال السيد شرودر وماذا قال السيد ميلوش قبل هذه المباراه. Like every game is very important for me, so doesn't matter who we play, three points. These three points are also like the prestige points, but it doesn't mean a lot if you in the end don't pass the line first. So the main thing is like how many points you pick up in the total league. The league is won usually by the team who is most consistent. We go in every game to win, but we respect our opponent and we try to do our best. And like I say, I hope the guys just go with the same cohesion, same energy, and the same attitude like they did in a Paftakor game, because that remind me on the Al-Wasl from the last year again. So I hope we can repeat it in the Al-Nasr game, and then after that we're gonna think for the following matches. He feels offended, but everybody is replaced. Tomorrow, if I'm not here, is gonna be better coach. So it's. We hope he's going to be fit to play, but we also trust to other players to step up in his job and do the job. The chances we missed, I'm quite happy until we're missing chances and winning the games. And I hope we're going to get to be more efficient with the time and when the confidence grows up. I think we know we face a strong opponent, but I think the opponent also know that we are strong.
خصم قوي بالتأكيد وهو يعلم أن أنا أيضا خصم قوي. For me, very important that we have to focus on our own way of playing, and for me, that's in the end the most important. For Saturday, we are top of the league. We have a lot of games to go, and we know that we can be better than what we showed till now, and that's our goal for Saturday. Hopefully, there will be a lot of fans in the stadium because I think great game for also for our fans. For me, I don't. Want to look so much to them because it's still beginning of the season. Of course, we analyze them. We analyze the last games against them. But for me, the most important is to look at our own game. That's the most important. They signed a good Japanese fullback, I think, right side, very good. They already signed last year a good Korean one. They have a good Serbian midfielder, I think, they signed on the six. Because I think still Paleta is injured. But, yeah. We have to focus on our own game. We know it's 11 against 11, and for me, that's that simple. كان هذا حديث السيد ميلوش والسيد شرودر. دكتور يعني بوصل لك فقط بترجم لمشاهدينا الكرام، يعني في تحفظ من المدربين الاثنين، واضح ان المباراة كبيرة ليس فقط موضوع الديربي ولكن الاستمرارية في الدوري. يعني قاعد تتكلم عن الوصل، يريد أن يصل إلى النقطة السابعة، ويريد النصر أن يكون يصل إلى النقطة التاسعة. تحدث عن ليما، قال ليما نعم هو جاهز ولكن لا نريد أن نجازف به، سوف نتأكد غدا ما مدى جهوزيته إذا يكون أساسي ولا يكون مب أساسي. مدرب نصر تحدث قال أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن منافسي، أتكلم عن نفسي، يجب أن نثق في قدراتنا. نعم يمتلكون لاعبين مميزين ونحن أيضا مميزين. شو أستاذ مسعود، إحنا شئنا ما بينا مباراة الوصل والنصر غير ديربي تاريخ إرث، وتذكر في 84-85 لما لعبوا مباراة فاصلة كانوا نقاط 27-27، كان دوري بعشر فرق، مباراة فاصلة فاز فريق الوصل 1-0 والكل يتذكر. أنا أعتقد دائما هناك مباريات بين الجارين، وجار الآن خمس مباريات متتالية فاز عليك، فبتكون مباراة صعبة جدا، مباراة ديربي في ملعب. حتى لاعبين الأجانب أنا أقول لك قالي لهم شو معنى مباراة الوصل والنصر للفريقين، لأن صراع وتنافس ما بينهم على مستوى عالي. هناك عوامل غدا، العامل الأهم كذلك لا تنسى وجود ليما ب 167 هدف، وجود علي مبخوت 219 هدف، هدف الهداف التاريخي، وجود علي صالح كهداف أفضل لاعب في الموسم الماضي، وجود عادل تعرض على مستوى الآن في الدوري. صحيح هناك عوامل كذلك في المراكز ما بينهم، نفاذ التذاكر 70% و30%، فبالتالي مباراة والمدربين الاثنين لما قلت له مدربين، شرودر ينسى الموضوع في الموسم الماضي لما أراد أن ينسحب. هو رايح نهاية مباراة الكاس وبحكم حكام أجانب نادي النصر حضروا، خسروا المباراة وما كانوا متوقعين خسارة، خسروا المباراة. أتوا مباراة النهائية كانوا ممكن يفوزوا جايين، وشرودر في ما بين كان ينسحب في المباراة، في حصل خطأ تحكيم وكذلك. بالتالي فحتى شرودر خسر في أكثر مباراة من فريق الوسط، ما كان مع العين وما كان مع الوسط. فنعتقد صراع كبير ما بين الفريقين، سواء مع اللاعبين والجمهور. جمهور الفريقين يمكن من أسبوع، من بداية الأول ما نشوفه الجدول متابعوا مع بعض. صحيح. النصر وصل، فنعتقد مباراة الغد مباراة بتكون صعبة قوية. الوصل جاي من النشوة، فوزهم على بختكور في النخبة، النصر الآن هو مصدر بطولة الدوري، فوز الوصل بيكون هو بيتقدم، فوز النصر هو بيتقدم أكثر. صحيح. فأنا أعتقد بتكون مباراة قوية جدا جدا، بتكون فيها إثارة، فيها أحداث، فيها تحكيم، كل شيء ممكن مباراة غدا. لك أتمنى إن شاء الله التحكيم يكون زين إن شاء الله يكون زين. لك أتمنى أن يكون في روح رياضية غدا بعد المباراة أو أثناء المباراة، لأن المباراة مشحونة فعلا، في نوع من التوتر متأكد 100% من خلال إحنا في ديربي برد بي الآن. يعني أعتقد بيكون على مستوى عالي غدا إن شاء الله، وقيمة الدوري وإثارة في الدوري، فنتمنى إن شاء الله التوفيق لأي فريق. شو عندك شيء تقوله؟ بسألك سؤال، تفضل. دبي زرقاء أم صفراء غدا؟ غدا أعتقد 50-50 توقع الزرقاء. زرقاء. دكتور موسى، مباراة صعبة بين فريقين، قولي 50-50 عشان يصح. 50-50 كيف مو الحين؟ هو المباراة الأولى قال دكتور، مباراة الأولى أنت قلت لا، هو أعلن هالموسم خلاص. لا لا لا، يرجع للخمسين خمسين شارجة يا أخي. لا أنا قلت دكتور 50 روح 50 الوصل شوية أقرب. الوصل راح مع الوصل. جميل. كان عندك تعليق تبغى تقول شيء؟
قال لك تعليق على حديث الدكتور او نقطه ودك تتحدث عنها عن هذا الديربي قبل ما نختم؟ لا لا, لا تكلمت انا عن الديربي تكلمت, يعني بس اقول لك اليوم وجود ايضا مبخوت مثل ما ذكر الدكتور راح يفرق كثير مع النصر بالنسبه للمباريات الماضيه. نعم نعم, الطرف الازرق اقرب للفوز ولا الطرف الاصفر اقرب للفوز ولا نص نص؟ الارقام تصير للنصر. للنصر, انت من تتوقع؟ الروح تصير للوصل. لا نتيجه بكم محمد مطرق رابن يتوقع؟ اتوقع النصر. تتوقع النصر. احمد الحوري كيف تتوقع المباراه غدا؟ واذا تقدر تعطينا تخيل ان بعد استاذ احمد حوري, لا لا لا, لا تخيل لا الامنيه غير لا الامنيه غير وتوقع لا انا باخذ منه امنيه وباخذ منه توقع. تخيل اني اتوقع تعادل. تعادل بس على فكره ابو حمدان يعني ميلوش وشرودر يحبون يلعبون كوره. صحيح, بس ما هي في الملعب والمستطيل الاخضر يحصل كل شيء, لذلك انا اتوقع تعادل. يعني ويا الدكتور 50-50 الامنيه غير. لا قلت لك خلاص هو توقع الوصل. انا قلت الوصل. الوصل أقرب. اقرب يعني 51-49 الوصل. جميل, كل شكر لي يا سيد والكابتن محمد مطرغراب, شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور موسى عباس, شكرا لك. اشكرك كذلك على فراك البرنامج. شكرا جزيلا كابتن والاستاذ احمد الحوري, شكرا جزيلا لك. والكابتن والاستاذ حسين العريف, شكرا جزيلا لك. مشكور. كل شكر الاخوان خلف والزملاء خلف الكواليس. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام للختام, تقبلوا تحياتي والى اللقاء.